لو تعطوني حبايه شو تسوي بها؟ قبل البرنامج. انت من النوع اللي تسهر، انا ادري بك يعني. قصه ايضا من الملفات الخطيره والمهمه اللي احنا بدانا ورعينا انكم اشتغلتم عليها بقوه، هو ملف المخدرات والجريمه المنظمه وملف جرائم الاتجار بالبشر. هذا الملف وين قدرتوا ان توصلون به؟ ايش قد ساهمتوا بالحد منه؟ من اين بداتم واين توقفتم؟ بعد ان تراجع موضوع الارهاب اصبح التحدي الاكبر هو تحدي المخدرات. سيد وزير الداخليه، انت تحدثت في مقدمتك عن قصه نجاح، اعتقد هذه من اهم القصص اللي نجحت فيها وزاره الداخليه. قال انا عندي ملفات، الملف الاول هو المخدرات، الملف الثاني الجريمه الجنائيه والجريمه الارهابيه، الملف الثالث الجريمة المنظمة، وملفات أخرى كثيرة منها الدقة العشائرية وتحديات أخرى. بدأنا بالمخدرات. المخدرات كانت سابقا ترتبط بإحدى الوكالات الخاصة بالوزارة، أجى السيد وزير الداخلية فكر ارتباطها، ربطها بمكتبه شخصيا. كان موجودها محدود، دعمها بموجود ضعف، موجودها 3 مرات أو 4 تقريبا. أنا متابع هذا الموضوع. زودهم بعجلات، زودهم بأسلحة، السيد القائد العام دعمهم بتمويل مادي لغرض المصادر والتمويل. لذلك كان عام 2023 وعام 2024 نقلة نوعية بعمل المخدرات. الوزارات السابقة عملت على موضوع المخدرات لكن ما عملت بمستوى الموجود الآن حاليا. راح تقول ليش؟ بحكم كانت انشغال هذه الوزارات بتحديات أخرى مثل الإرهاب وغيره. الآن صار أكو عمل جدي في هذا الموضوع، لذلك في عام 2023 في وزارة الداخلية تمكننا من إلقاء القبض على 19,135 متهم في مجال المخدرات، تمكننا من قتل 17 تاجر مخدرات، تمكننا من ضبط ما يقارب ال4 طن من المخدرات، تمكننا من ضبط 1637 4 طن ب23 نعم 23 نعم، تمكننا من ضبط 1627 قطعة سلاح، تمكننا من ضبط 1300 عجلة. لأول مرة في تاريخ عمل المخدرات يلقى القبض على 160 تاجر دولي. 160 تاجر دولي كان سابقا عراقيين، يعني فيهم اجانب وفيهم عرب وفيهم عراقيين. اي التجاره الدوليه عقوبتها الاعدام ومعروف هذا الموضوع. أي. كان في عام 22 عندنا 2 تجار دوليين، في عام 23 عندنا 15، عفوا في عام 21 2، في عام 22 15، في عام 23 160. لاحظ الفرق، اذا استعرض وياك الضبطيات. أي. تختلف. أي. اذا استعرض وياك فرخوا وكبروا يعني بشكل كبير جدا. صار عمل على موضوع المخدرات، الان عندنا عمل رائع في هذا المجال. ذهبنا باتجاه اخر، اليوم المخدرات هي من الجرائم العابره للحدود. اي ايضا ما ممكن تكافحها وحدك، لازم تحتاج الى تعاون دولي. عقدنا مؤتمرين في بغداد وذهبنا الى مؤتمرات مع دول الجوار، في الاردن كان اكو مؤتمر موفق، مؤتمر رباعي. اي يخص المخدرات. وايضا عندنا في بغداد ان شاء الله في 22/7 سيكون هناك مؤتمر موسع بحضور وزراء الداخليه. نعم. لدول الجوار الجغرافي وغير الجوار الجغرافي. أي. يتعلق بالمخدرات. تبادلنا مع الدول مذكرات القبض الدوليه، فتحنا مراكز ارتباط في هذا. نعم. الاطار. فتقدمنا تقدم سريع ونتائجه كانت سريعه في مكافحه جريمه المخدرات، فلذلك من انجح الملفات اللي نجحت بها هذه الوزاره هو ملف المخدرات. ايضا اجينا فرقنا بشكل كبير بين تجار المخدرات ومتعاطي المخدرات، لان ذولا نعتقد ذولا المتعاطين هم ضحايا لتجار المخدرات. السيد وزير الداخليه ذهب الى السيد القائد العام للقوات المسلحه، كان اكو معسكرات للجيش موجوده في المحافظات. اي استفادينا منها، حولناها الى مصحات. المصحات طبعا تختلف عن السجون. تحدثنا بهذا الموضوع. نعم نعم، مصحات حوالي 16 مصحه، نطمح الى زيادتها الى 20 او 30 في السنوات القادمه. نتائجها جيدة جدا طبعا. يعني كثير منهم من تشافى وترك هذا الموضوع وأصبحوا قصة نجاح. اللي صادروه وين تودوه؟ الصاد وفق القانون يذهب إلى معهد الطب العدلي ويتم إتلافه. اللي يروح الطب العدلي؟ نعم للطب العدلي. هي حبوب، قسم منه حبوب وقسم منه كريستال وقسم منه أفيون ومرقوانة وحشيشة. والله لو تطوني حباية شو تسوي بها؟ قبل البرنامج. أنت من النوع اللي تسهر، أنا أدري بك يعني.